أهلا بكم مشاهدينا من جديد. رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بزيارة دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة تلبية دعوة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الغرفة السيد سمير عبد الله ناس عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين، وأن تسفر عن نتائج إيجابية تفتح آفاقا واسعة للتحالفات والشراكات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وأكد رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسس مجلس الأعمال البحريني الهندي خالد الأمين أن مملكة البحرين تعتبر من أبرز دول المنطقة التي تحتضن رجال أعمال من الهند، وتوجه العديد من الشراكات الاقتصادية مع المستثمرين في صناعات من بينها الصناعات الغذائية والتخزين والتعبئة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.09% وأقفلت عند مستوى 1533 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,617,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 439,000 دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية، فقد أثر نزيف البورصات العالمية على أداء أغلب البورصات الخليجية. ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغفلت على انخفاض نسبة 0.74% بتأثير من انخفاض أغلب المؤشرات. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت بتراجع نسبة 0.01%، حيث شهدت أغلب المؤشرات انخفاضا في نهاية التداولات. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجع نسبة 0.03% مع هبوط قطاع الاستثمار. أما سوق دبي المالي فقد تراجع بنسبة 0.79% وسط تراجع لقطاع العقارات بشكل رئيسي. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبته 1.48% مع تقدم غالبية مؤشرات البورصة العمانية. أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي رئيس لجنة موسم الطائف أحمد الخطيب أن المملكة قادمة وبقوة، ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم ستشهدها في ذلك، بما ذكره ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مكان، لافتا إلى أن المملكة تستهدف الوصول إلى عدد 100 مليون سائح. وقال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أشاع ثقافة مهنية جديدة أسهمت في تحريك نقلات نوعية في مختلف قطاعات الدولة، حيث تراجعت البيروقراطية وأصبحت روح الفريق الواحد تسود، معتبرا أن السياحة باعتبارها رافدا اقتصاديا رئيسيا من المجالات التي تحظى بدعم القيادة وتتطلب أن يسعى رجال الأعمال إلى الاستثمار فيها. قد تمنح وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز لبنان فترة سماح مدتها 6 أشهر قبل إصدار تقريرها الذي قد يشهد تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد. وبلغ الدين العام في لبنان 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يحمل نظرة مستقبلية سلبية من قبل ستاندرد اند بورز التي كان من المقرر أن تنشر مراجعتها للبنان يوم الجمعة، وهي تصنفها حاليا عند بي سالب أو 6 درجات أقل من الدرجة الاستثمارية وأعلى بدرجة واحدة عن تصنيف وكالة موديز.
بلغ حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد الإداري والمؤسسي في السودان 18 مليار دولار، وذلك بحسب إحصائيات أعدتها منظومة زيرو فساد التطوعية، والتي أعلنت عن تحريك نحو 1000 بلاغ ضد مسؤولين سابقين الأسبوع المقبل. وطالب متحدثون في منبر مضار الفساد وطرق مكافحته والوقاية منه الذي عقد في الخرطوم بإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات الحكومية كافة، ووجهوا انتقادات لاذعة لشركات الاتصالات لامتلاكها كتلة نقدية خارج الجهاز المصرفي. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. وول ستريت ترفع دعوى قضائية ضد تسلا بعد الحرائق التي اندلعت في ألواحها الشمسية. قال مكتب الميزانية بالولايات المتحدة أن زيادة الحواجز أمام التجارة بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% العام المقبل. وأضاف مكتب الميزانية أن ارتفاع الأسعار المحلية الناتج عن الرسوم الجمركية سيخفض القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد تكلفة استثمار الشركات، ويشار إلى أن مكتب الميزانية أبقى توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند 2.3%. يتسابق المزارعون البريطانيون مع الزمن لمغادرة لندن الاتحاد الأوروبي، وهذه المرة لبيع أغلبية أو كافة محاصيلهم بالإضافة إلى ما في حوزتهم من المشية، خوفا من ضرائب وإجراءات قد تفرض على منتجاتهم في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق نهاية أكتوبر المقبل. وبالأرقام، فقد تم بيع 63 ألف طن من الشعير في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وهو ما يمثل الكمية الكبرى منذ 19 عاما، ويتوقع أن ترتفع مبيعات لندن من الشعير هذا العام لتصبح الأعلى منذ 4 أعوام. كما بلغت مبيعات بريطانيا من القمح المعدل الأكبر منذ 3 أعوام. وعلى صعيد آخر، يقوم المزارعون باستخدام نظام غذائي عالي السعرات لتسمين الماشية وتحديدا الأغنام في محاولة لزيادة أوزانها بهدف بيعها قبل تاريخ البريكسيت. رفعت سلسلة متاجر وولمارت دعوى قضائية على شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. وقالت سلسلة المتاجر وفق ما أوردت شبكة CNBC الأمريكية أن الدعوى جاءت بعد الحرائق التي اندلعت في الألواح الشمسية التي اشترتها السلسلة من تسلا. واعتبرت وولمارت في دعواها أن الحرائق التي أصابت الألواح التي من المفترض أن تزود المتاجر بالطاقة خرق جسيم للعقد بين الطرفين، كما أنه يدل على عدم الالتزام بمعايير الصناعة.